وللحديث أكثر مشاهدينا عن تزايد الفساد وتهريب وتبييض الأموال سوء إدارة الملف الاقتصادي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي. مساء الخير دكتور. مساء الخير أستاذ سينان، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الوعود الحكومية بالسيطرة على سعر صرف الدولار لم تتحقق، لماذا برأيك؟ وهل للمتنفذين دور في ذلك رغم مساس الأمر بسياسات دولة من المفترض أنها مرتبطة بالاقتصاد العالمي؟ تحية طيبة لجنابك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. أخ سنان، كنا نتذكر وعود الحكومة وعلى لسان محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء بأن سعر الصرف سيتراجع عند إقرار الموازنة العامة. نعم. لكنه حصل العكس، حصل ارتفاع بسعر الصرف، وسبب ذلك يعود إلى عدة عوامل. نعم. منها أولا وضع البنك الفيدرالي الأمريكي شروط رقابية مشددة تلزم نافذة بيع العملة بعرض أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة من عملية شراء الدولار. نعم. اثنين، حصول فجوة بين تحديد السعر من قبل الحكومة والسعر السائد في السوق، لأن الأمر يتعلق بالتجارة والاستيراد الغير مغطى بالدولار. ثلاثة، قيام البنك المركزي ببيع الدولار للمواطنين المسافرين واللي يرمون العلاج خارج قطر. وأهم نقطة هي الشراء بالبطاقات الإلكترونية الذي أدى إلى عمليات تهريب العملة، إضافة إلى العقوبات التي فرضت على عدة مصارف عراقية لم تلتزم بتعليمات البنك الفيدرالي، حيث هاي قامت هذه المصارف بتهريب الدولار وتحديدا يعني إلى إيران. طيب اليوم ربما هناك تطور، بحسب مصدر أمني فأنه يؤكد أن تهريب بطاقات الكي كارد التي تستخدم لنقل الدولار إلى خارج البلاد، لماذا في هذه العملية لا يتحرك السوداني وحكومة السوداني لوقف هذا النفق الأسود واستنزاف الدولار في العراق؟ وربما يعني أرقام الكي كارد معروفة ويمكن كشف حتى الجهات التي تقوم بها. عملية تهريب الدولار من خلال استخدام البطاقات الإلكترونية هي إحدى الوسائل المبتكرة اللي قام بها البنك المركزي العراقي بناء على توجيهات وتوصيات خارجية لكي يصل الدولار بيسر وسهولة إلى أطراف خارجية وفي مقدمتها إيران التي تعاني من العقوبات الأمريكية المعلنة، ومن خلال أيضا إنشاء شركات وهمية وشراء البطاقات الإلكترونية ومكاتب الصرافة. كل ذلك يجري بعلم ودراية الحكومة، وقد صرح أكثر من عضو مجلس النواب عن ظاهرة تهريب الدولار إلى إيران ووجود مؤسسات تجارية كاملة بالعراق تعمل لصالح إيران. لكن الغريب بالأمر هذا كله، يعني رغم علم الحكومة العراقية، لكن الغريب أن البنك الفيدرالي عنده علم ودراية بعمليات التهريب ولكنه أيضا هو ملتزم بالصمت. إذن من الغريب أن تكشف مثل هذه العملية، ليس من الطبيعي أن تكشف عملية تهريب الأموال إلى الخارج. لا طبعا ليس بغريب هذا. نعم. طيب إذا كانت عمليات تهريب الدولار هو شكل من أشكال تهريب الأموال وكذلك تبييضها، فهل الاستثمارات التي تضخ في مجال البناء وقطاع البناء اليوم تدخل أيضا في هذا البند؟ أستاذ سنان، احنا خلينا نجي نباوع المتابع لعملية البناء، والمقصود هنا هم من هم أصحاب هذه المشاريع. نعم. والمقصود هنا ببناء المجمعات السكنية الضخمة اللي يتم إعلان عنه. نعم. حيث يحصلون في العراق على، خاصة في بغداد يعني، يحصلون على الأراضي مجانا، فهم أصحاب هذه المجمعات، هم من الطبقة السياسية والمتنفذين بالأحزاب. نعم. هؤلاء يتعاملون مباشرة مع البنك المركزي من خلال تقديم فواتير لاستيراد مواد البناء بأضعاف سعرها المتداول وبكميات تتجاوز أضعاف الاحتياج اللي هم يريدون. ومن خلال هذه العمليات يحصلون على الدولار بسعره المخفض الحكومي، والكميات التي تزيد عن حاجتهم يبيعوها أيضا بالسوق المحلية فيربحون من طريقين،
طريق الربح عن طريق الدولار، والطريق الثاني هو عن طريق بيع المواد اللي يحصلون عليها أكثر من احتياجاتهم. هذا إضافة إلى بيع الوحدات السكنية إضافة إلى بيع الوحدات السكنية بأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع سعر المتر في العاصمة بغداد. هاي عادين المرحلة الثانية. إحنا سنحكي على في البداية شلون يحصلون على الدولار وشلون يتم تهريبه إلى الخارج. نعم. طيب في ظل هذه المعطيات، هل يمكن أن يكون العراق بيئة صالحة لجلب الاستثمارات التي يتحدث عنها السوداني ليل نهار اليوم؟ يعني باختصار أريد أن أوجزها بعدة نقاط. أنه لا يمكن للعراق أن يكون بيئة صالحة للاستثمار في ظل الفقرات التالية. الحكومة قراراتها مرهونة بإرادة خارجية ولا تستطيع الإيفاء بوعودها اللي تعطيها، وخاصة نرى وعودها عند اقتراب مواسم الانتخابات. نعم. ثانيا الفصائل المسلحة اللي تتبع الأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي، فأيضا تأخذ حصتها من هاي الاستثمارات لتقوية هاي الأحزاب من خلال لجانها الاقتصادية. ثلاثة وجود طبقة سياسية فاسدة تسيطر على أغلب مفاصل الدولة بحيث ما تسمح القيام بمشاريع استثمارية إلا لصالحها و لتقوية مكانتها المالية. نعم. أربعة عدم وجود قوانين ثابتة ومحددة تبين العلاقة بين المستثمر، وخاوة أقصد هنا المستثمر الأجنبي للمشروع، وبين الجهة المسؤولة بالدولة، وخاصة ما يتعلق بتسديد المستحقات والعمل بحرية وبشروط تضمن سلامة المستثمر ومعيته من جميع النواحي وخاصة الناحية الأمنية. نشكركم ونعتذر نعتذر لضيق الوقت. من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، نشكركم على هذه المداخلة.